ايوه قالكم انه this meeting is being recorded. اي حد مش عاوز انه صوته Recorded, yes. تظهر فمن فضلكم ممكن يسكر الكاميرا تبعته، تمام؟ للعلم يعني. اوكي الان حعمل شير للصفحة للكتاب. اتفضلي يا عزة. تمام. اليوم إن شاء الله راح نستكمل لقاءاتنا، راح نستكمل طبعا بالشابتر الثالث Canada's History. فإحنا اليوم إن شاء الله راح نبدأ بصفحة 16. اليوم راح نتكلم عن التي حدثت بعد الثورة الأمريكية. راح أبدأ أنا أبلش القراءة. راح نبدأ بالفقرة الأولى The Beginnings of Democracy. Democratic institutions developed gradually and peacefully. The first legislative assembly was elected in Halifax, Nova Scotia in 1785. Prince Edward Island followed in 1773, Brunswick in 1785. The Constitutional Act of 1791 divided the province of Quebec into Upper Canada, later Ontario, which was mainly Loyalist, Protestant, and English speaking, and Lower Canada, later Quebec, heavily Catholic and French speaking. راح نشرح شو المقصود عنا بهاي الفقرة وشو المعلومات اللي موجودة فيها. طبعا هنا الفقرة بتتكلم عندي عن بداية الديمقراطية، فبيحكي أنه تطورت المؤسسات الديمقراطية بشكل تدريجي وسلمي، وتم انتخاب أول جمعية تمثيلية عن الشعب في هاليفاكس سكوشا في عام 1758. ثانيا تبعتها انتخابات جزيرة الأمير إدوارد في عام 1773، ومن ثم برونزويك في عام 1785. كمان بيحكي لي هان انه قسم القانون الدستوري الذي تم توقيعه عام 1791 في مقاطعة كيبك الى قسمين، في عنا العليا واللي هي لاحقا او الان اونتاريو، التي كان يوجد بها نسبة كبيرة من اللويالست الذين اتوا من امريكا وسكانها هم بروتستاني ويتحدثون باللغة الانجليزية. إذا اللويالست اللي من أمريكا سكانهم مذهبهم كان بروتستاني وبيتحدثوا بالإنجليزية. ثاني قسم كان عندنا اللي هو كندا السفلى فيما بعد كيبك، ومعظم سكانها مذهبهم كاثوليكي ويتحدثون باللغة الفرنسية. نكمل إنه the act also granted to the Canadas for the first time legislative assembly elected by the people. The name Canada also became official at this time and has been used ever since. Atlantic colonies and the two Canadas collectively as British North America. برضو كمان عندي هنا معلومات مهمة في هاي الفقرة، إنه بيحكي لي منح القانون لكندا أول ولأول مرة مجالس تشريعية منتخبة من قبل الشعب، وأصبح اسم كندا رسميا أيضا في ذلك الوقت، وتم ذلك الحين يعني بدأ استخدام اسم كندا بشكل رسمي في ذلك الوقت اللي هو لما تم صدور القانون الدستوري. ومقاطعات المحيط الأطلسي وكذلك كندا العليا والسفلى كانوا جميعهم معروفين بذلك الوقت باسم أمريكا الشمالية البريطانية. طبعا هذه المعلومة هي مكان لسؤال، يعني ممكن يسأل انه شو كانت تسمى مستعمرات او مقاطعات المحيط الأطلسي. كانت تسمى في ذلك الوقت باسم أمريكا الشمالية البريطانية British North America. لو اجينا نطلع رح نشوف الصورة اللي موجودة امامنا. The first elected assembly of Lower Canada in Quebec City debate It's with both French and English, January 21st, 1783. الصورة هنا بتحكي عندي عن أول جمعية منتخبة في كندا في مدينة كيبك. هذه الجمعية بتناقش ما إذا كان يجب استخدام الفرنسية والإنجليزية معا، يعني يوحدوا اللغات ويعتبروهم لغتان رسميتان في كندا. كان طبعا نهاية الجمعية المنتخبة كان النقاش في 21 من يناير عام 1702. إذا لو أجينا نطلع على هاي الفقرة وحبينا إحنا إنه نقسمها أو شو بنفهم منها، لو أجينا ممكن نعملها كمخطط إنه عندي قطعة كيبك اللي هو Province of Quebec، في كان عندنا إحنا Upper Canada
وكان في عندي Lower Canada. Upper Canada اللي هي حاريو وطبعا بيتحدثوا بيها باللغة الإنجليزية، Lower Canada واللي هي أصلا كيبك وبيتحدثوا بيها باللغة الفرنسية. Upper Canada كانوا في ذلك الوقت يسموا British North America اللي هو أمريكا الشمالية البريطانية. في أي استفسار على هاي الفقرة؟ أي حد عنده شيء ممكن يفتح ميكروفونه ويسأل. لحد الآن لا يسلموا. تمام. أوكي. إذا ننتقل للفقرة الثانية Abolition of Slavery. تمام، مين بحب يقرأ؟ أي حد بحب يقرأ يفتح Slavery. ميكروفونه. مين بحب يقرأ؟ الأمر مفتوح للجميع. فين يقرأ؟ آه تمام تفضلي. مين نور؟ نور معك يا تفضلي. أهلا وسهلا نور تفضلي. تبعي مو كتير قوية. هي الفكرة مش مشكلة التدريب، احنا لما كل واحد نعم بضل يقول مش بالضبط. قوي مش هيمشي حاله. الفكرة عشان أوكي. تستفيدوا. Okay. The act also granted to the Canadians from the first time legislate some اسمحي لي، احنا في الابورشن اوف سليفري، الفقرة اللي لونها رمادي. Oh, okay. نعم. Slavery has existed. Abolition of slavery يعني إلغاء العبودية. نعم تفضلي. Okay. إلغاء. Okay. Silver has excited all over that world from Asia, Africa and the Middle East to the Americas. The first movement movement to abolish that trans sorry ما فيني كمل. طب حاولي من الجملة. Okay. Translate solve try to great. لحظة يا نور. Atlantic trans Atlantic yeah trans Atlantic Transatlantic slavery tried emigrate in British Parliament in the late 1700. شكرا نور. شكرا كثير لمحاولتك. تمام. إذا راح أقرأ Abolition of slavery اللي هو طبعا معناها إلغاء العبودية. Slavery has existed all over the world, Africa and the Middle East to the Americas. The first movement to abolish the transatlantic slave trade emerged in the British Parliament in the late 70s. In 1793, Upper Canada, led by Lieutenant Governor John Graves, a loyalist military officer, became the first province in the empire to move toward abolition. تمام. الفقرة وبعدين بنكمل. إذا نشوف شو مقصود عندي باللي إحنا قرأنا. بيحكي لي طبعا هنا إنه كانت العبودية منتشرة في أنحاء العالم، من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط إلى الأمريكتين. في أواخر القرن الثامن عشر يعني أواخر 1700 ظهرت أول حركة عندي لإلغاء تجارة الرقيق العبيد عبر المحيط الأطلسي في البرلمان البريطاني. إذا التاريخ عندها أنه في أواخر القرن الثامن عشر يعني أواخر 1700 ظهرت أول حركة لإلغاء تجارة الرقيق أو العبيد عبر الأطلسي في البرلمان البريطاني. في عام 1793 أصبحت كندا العليا واللي هي زي ما حكينا قبل قليل أونتاريو مقاطعة في كل الإمبراطورية تلغي العبودية بقيادة الملازم الحاكم جون غريف سيمكو. طبعا هاي عندنا الليتنانت جنرال هاد عبارة عن ألقاب، يعني إحنا الاسم اللي بهمنا جون غريف سيمكو، هنا هو الاسم المهم. بقيادة هذا الشخص، قيادة هذا القائد جون غريف سيمكو والذي هو ضابط عسكري موالي للتاج البريطاني، إذا تم إلغاء العبودية في أول مقاطعة بقيادة هذا الملازم.
أوكي تمام. إذا يقرأ لنا نكمل قراءة N8007 هذه تشجع. دكتور أشرف معنا؟ دكتور أشرف معنا؟ يا عمو أنا مش شايفة على فكرة دكتور أشرف، ما بعرف إذا موجود، أنا موجود شايفه ولا موجود وميكروفونه مغلق. نعم تمام. مين بحب يقرأ؟ عمر، دكتور أشرف، ما أنه قرأ. في عندك مادلين وعندك وسام، وسام العودات ومادلين حسن. مادلين حسن مش أنا مش ظاهر عندي، هوريك ثواني اياهم، يبقى أشوف. هوريك اياهم الآن. طلعي تمام، هيك ظهروا. تمام تمام مادلين يلا أنا بقرأ. وسام، أوكي هاي يلا تفضلي. مين تفضل معي بس؟ مادلين، عفوا معلم، هاي مادلين. أهلا مادلين، تفضلي. In 1807, the British Parliament prohibited the buying and selling of slaves, and in 1833 abolished slavery throughout the empire. Thousands of slaves escaped from the United States, followed the North Star, and settled in Canada via the Underground Railroad, a Christian and slavery network. Okay. شكرا شكرا، أنا thank هعلق you very حاجة، much. شكرا مدلين، هعلق أنا نورث ستار، سلامي. تذكروا كلمة نورث ستار، لأنه هذه من ضمن الحاجات نعم على أيامي أنا لما امتحنت إجت في الامتحان، الشيء نورث ستار، نجم الشمال، كلمة نجم الشمال هذه تعني شيء، هل هي حركة؟ هل يعني حتيجي في التفاصيل، لكن عشان بس تكونوا عارفين إن شاء الله. فنورث ستار أوكي. من ضمن الحاجات، تفضلي. نعم إذا الآن حنستكمل إنه في عام 1800 حضر ومنع البرلمان البريطاني بيع وشراء العبيد، وفي عام 1833 تم إلغاء العبودية من أنحاء الإمبراطورية. إذا في عام 1807 حظر ومنع البرلمان البريطاني بيع وشراء العبيد، وفي عام 1833 تم تطبيق القانون وإلغاء العبودية في جميع أنحاء الإمبراطورية. بعد هذه الفترة هرب آلاف العبيد من الولايات المتحدة نجم الشمال. إذا كانوا بيتبعوا نجم الشمال كيعني كيف لما إحنا نحكي مثلا كبوصلة، كشيء إنه للاتجاهات. إذا واتبعوا نجم الشمال واستقروا في كندا عن طريق شبكات تهريب مخفية كانت تسمى Underground Railroad، وهي مدعومة من جماعة مسيحية مناهضة للعبودية. تمام، إذا هاي هي اللي بيحكي لي عنه الفقرة. راح نتطلع على الصورة اللي موجودة تحت الشخصين الموجودين. أول شخص عندي اللي هو صورة الملازم جون جريفس سيمكو، طبعا عرفنا احنا شو عمل هذا الملازم. تم إلغاء العبودية في أول مقاطعة وهي مقاطعة أونتاريو. نيجي الآن للشخص اللي عنده، وهي صورة لمرأة. تمام، صورة للمرأة. هاي المرأة مين هي؟ راح نقرأ نعرف مين عندي شخصية. Mary Ann Shad Carey was an outspoken activist in the movement to abolish slavery in the USA. In 1853, she became the first woman publisher in Canada, helping to found and edit the Provincial Freeman, a weekly paper dedicated to anti-slavery black immigration to Canada. تمام، إذا هنعرف شو المعلومات المهمة عن هاي الشخصية. راح نعرف الاسم، إنه أنا عندي هنا ماري آن شاد كاري. مين هي ماري آن شاد كاري؟ هي ناشطة صريحة حكى لإلغاء العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1853 أصبحت أول امرأة ناشرة في كندا، حيث ساعدت في تأسيس وتحرير صحيفة أسبوعية اسمها The Provincial Freeman، يعني الرجل الحر في المقاطعات. The Provincial Freeman هي صحيفة أسبوعية مخصصة لمكافحة العبودية وهجرة السود إلى كندا والاعتدال. شو المقصود عندي بالاعتدال؟ نحث الناس على شرب كميات أقل من الكحول. طبعا طالما شربوا كميات أقل من الكحول معناها معدل الجرائم حيقل، معناها الأشخاص الطيبين أو الأمور الحسنة حتكون أكثر، والتمسك بالحكم البريطاني. إذا اللي بيلزمني أعرفه عن هاي الشخصية اسمه
وانه هي اول ناشره او ناشطه صريحه في الحركه لالغاء العبوديه، وفي عام 1853 اصبحت في صحيفه اسبوعيه مخصصه للعبوديه. الفقرة تمام، على اليمين. ننتقل نعم A growing economy. تمام، بحب يقرأ؟ في عندي وسام، في عندي دكتور أشرف. في اختار عندك، عشوائي. اتفضلي، عندك مادلين وعمر ونور وأنا ووسام، محدش متشجع. اللي بده يفتح الميكروفون يقول أنا، مش هقول لكم ارفعوا ايديكم زي ما بيقولوا في الدروس. أوكي، كملي يا عزة. Okay. A growing economy. الفقرة هاي بتحكي عندي عن الاقتصاد المتنامي أو المزدهر في كندا. The first companies in Canada were formed during the French and British regimes and competed for the fur trade. Spy, the Hudson's Bay, one company with French, British and Aboriginal employees came to dominate the trade in the northwest from Fort now Winnipeg and Fort Edmonton to Fort Langley near Vancouver and Fort Victoria trading posts that later became cities. إذا تم تشكيل وتأسيس الشركات الأولى في كندا خلال النظامين الفرنسي والبريطاني وتنافست على تجارة الفراء والخوي. سيطرت شركة هيدسون باي مع موظفين فرنسيين وبريطانيين وكذلك مع سكان أصليين على التجارة في الشمال الفورت جيري واللي هي حاليا وينيبيغ وفورت ادمنتون الى فورت لانجلي القريب من فانكوفر وفورت فيكتوريا. هاي الاماكن كانوا بالاساحات ومدن فيما بعد، يعني فعليا المنطقه اللي كان غرب اونتاريو لم تكن لاي دوله اي سيطره مباشره عليها. راح نكمل. The first financial institution in the late 18th and early 19th centuries, the Montreal Stock Exchange opened in 1832 for centuries, Canada's economy was based mainly on farming and on exporting resources such as fur, fish, and timber, transported by roads, lakes, rivers, and canals. إذا هان بيحكي لأنه تم افتتاح المؤسسات المالية الأولى في كندا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع، وكذلك افتتحت بورصة مونتريال للأوراق المالية يعني سوق أسهم مونتريال في عام 1832. لعدة كان الاقتصاد الكندي معتمد بشكل كبير وأساسي على الزراعة وعلى تصدير الموارد الطبيعية مثل الفرو والسمك والتي يتم نقلها عن طريق الطرق والبحيرات والأنهار والقنوات. طبعا الاقتصاد في كندا في هذه الفترة كان لسه بينمو ولكن كان اقتصاد بدائي، يعني ما كان مزدهر بشكل كبير. هيك بنكون احنا خلصنا هاي الصفحة لليوم، صفحة 16. بتحكي الآن ملخص عن هاي الصفحة، عن شو كانت بتحكي. أول شيء حكينا عن، كان عندي فقرة عن بداية الديمقراطية، صار في مجالس تمثل الشعب. حكينا إنه كان في عندي ثلاث مجالس، لو إحنا أجينا نحددهم إنه هاي the first representative assembly was elected in رقم واحد Halifax, Nova Scotia in 1785، هاي أول منطقة أو أول انتخاب. ثانيا برنس إدوارد، تمام عمي، من عند هاليفاكس، ان هاليفاكس نوفا سكوتشا، تمام. هاي رقم النقطة الثانية انه برنس ادوارد ايلاند فلود ان 1773، هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة اللي هو كان عندي نيو برونز 1785، ومن ثم تحدثت عندي عن القانون الدستوري عام 1791 الكينال اكت اللي قسم مقاطعة كيبك ل Upper and Lower Canada. مثل ما حكينا عندي الأقية أونتاريو حاليا واللي هي بتتكلم باللغة الإنجليزية، Lower Canada اللي هي كيبك
اللي بتتحدث بالفرنش. وحكينا احنا ان اب كندا واللور كندا في ذلك الوقت كانوا بيحكوا عنها بريتش نورث امريكا، امريكا الشماليه، امريكا وبريطانيا الشماليه. الفقره الثانيه تحكي عن الغاء العبوديه، abolition of slavery، هذه الفقره الثانيه. طبعا هاي الفقره فيها تواريخ مهمه جدا، فيها تواريخ مهمة جدا لازم نحفظهم. أول تاريخ دي أنه في عام 1793، 1793 كندا العليا في الإمبراطورية تلغي العبودية بقيادة جون غريف سيمكو. ثاني تاريخ مهم جدا ممكن إحنا ننتقل عن 1807، تمام، هاي التاريخ الأول اللي حدده عمه. هاي التاريخ الثاني 1807 البرلمان البريطاني بيع وشراء العبيد. في عام 1833 العبودية في جميع أنحاء الإمبراطورية. هذا وفي سؤال، عام 1800 نعم هدول الثلاث تواريخ محل تفضل. سؤال في الامتحان. نعم اوكي اكملي. في عام 1853 اللي هو ماري آن شات كاري أول امرأة ناشرة في كندا، وساعدت في تحرير صحيفة أسبوعية مخصصة لمكافحة العمها The Provincial Freeman. لازم برضو نكون حافظين شو اسم الصحيفة. هيك احنا بنكون وصلنا اليوم. شرح، في أي سؤال قبل ما ننتقل للأسئلة؟ معنا 7 دقائق للأسئلة قبل انتهاء الفقرة تبعت الزوم اللي هناخد استراحة بعدها. أوكي هوقف، أعمل ستوب شيرينج. الناس اللي موجودين معنا نعم هنروح نعمل شيرينج كمان مرة بحيث إنه نجيب الأسئلة. تمام، المفروض إنه هذه صفحة الأسئلة. أستاذة عزة، The Atlantic colonies and other. Yes. Yes. Okay. عمي. ادخلي في الأسئلة صحيح. الآن. Atlantic colonies. نعم. إذا ننتقل للسؤال الأول. نور فيك تقرأينا. The Atlantic colonies. Atlantic. Oh, sorry. The Atlantic colonies. Yeah. And upper colonies. Sorry. Colonies. Yeah. Colonies and yes. Upper and Lower Canada were collectively now as what? تمام. I think إذا قبل ما نروح للخيارات، عفوا شوية نور، قبل ما ننتقل okay. للخيارات بدنا نفهم بالأول السؤال شو بيقول، ونحاول إنه إحنا حتى لو ما فهمنا السؤال يعني بالكلمة كلمة كلمة أو بالمعنى التام، نحاول إنه إحنا نشوف وين مثلاً في عنا كلمات ممكن تخليني أفهم السؤال شو بده. The Atlantic colonies and Upper and Lower Canada were collectively known as what؟ ها عندي واضح، يعني ما في كلمات صعبة، إنه المستعمرات مستعمرات المحيط الأطلسي والأبر أند لور كندا، يعني كندا العليا كندا السفلى، كانوا بينعرفوا شو كانوا يعرفوا في ذلك الوقت؟ بريتش كندا يعني كندا البريطانية، جريتر كندا كندا العظمى، بريتش نورث أو نورثرن ستيتس. بريتش فإحنا نورث أخذنا أمريكا اليوم بس هي مفروض إنه بريتش نورث أمريكا. ما كندا بعرف أنا no. أخذت هيك السؤال يا عم. يا ميت عمي حيكون في فرق؟ أنا كمان بالكتاب بس شوفي بالنهاية لما قلتينا إنه بريتش نورث أمريكا بعتقد إنه هي هاي صحيح تمام عمو، موجودة بالكتاب إنه هي بريتش أمريكا، لكن لما أخذت السؤال من موقع الامتحان كان مكتوب انه بالخيارات بريتش نورث ده. يعني نصلح هذه لامريكا. امريكا تمام، نصلح أوكي. نصلحها لامريكا، نكون في مشكله بالنا لخبطه بالنا صارت امريكا. اوكي سو اتس بريتش نورث امريكا.
تمام، شكرا يا نور. No problem. نشوف تمار، تفضل. In what year did the Montreal Stock Exchange open? بورصة مونتريال في أي سنة فتحوها؟ نعم، هاي لازم نكون حافظين معنى اللي هو ستوك اكسشينج، يعني انه هي البورصه يعني او سوقها. اذا مونتريال ستوك اكسشينج اوبن ان وات هير، في أي سنة فتحوا هي السوق سنه المالي؟ انفتحت؟ طبعا بما انه احنا لسه هلقيت شرحنا الدرس، فانا يعني متاكده انه ما لحقنا نحفظ التواريخ، فبامكانكم يا اما ترجعوا للملخص اللي انا اعطيتكم اياه بالاخر اللي حكينا عنه، يا إما إذا مش موجود بالملخص فممكن إنه إحنا نرجع طيب لل أنا حطيت إيه، السؤال عفوا أحسن. أنا هنا ناسية شغلة. سامع؟ احكي أحسن. كاتبة النقطة بقى ملخص، بس هي هاي بنضيفها للملخص. النقطة الثالثة، كيف كان الاقتصاد في كندا وفي عام 1832 افتتح سوق أسهم أونتريال؟ تمام، إذا التاريخ 1832، معنا 4 دقائق ننسى يا بعده. عزة، 4 دقائق عشان نخلص بقية الأسئلة. جمعية تمثيلية منتخبة عن الشعب في كندا تم اختيارها وين؟ في هل فاكس لاند، برنس ادوارد ايلاند، نيو برونزويك؟ هاليفاكس طبعا حكينا احنا انه تم الانتخاب دي هاليفاكس. ممتاز، هاليفاكس اجابة هي هاليفاكس. اول شيء كانت عين في هاليفاكس، اكسلنت. تمام، نشوف السؤال. حطينا السؤال. Which act نعم، of اي 1791 ويتش اكت اوف 1791 divided Quebec into Upper Canada and Lower Canada. The Division Act, the Quebec Act, the Canada Act, the Constitution Act. I think D. لا، كندا العليا أنا حطيت الجواب The Constitutional Act. السؤال اللي بعده يا عزة. Canada becomes the first province of the British American government start to context application. Oh dear. Very nice. أعطوني تاريخ سنة، ضل معنا دقيقتين. Upper Canada became the first province of the British Empire to start to introduce abolition slavery in what year? في أي سنة؟ B 1793. Yes, 1793. Yeah. Okay. آخر سؤال. صوتك يا عزة ما فيش. Many sermons. صوتك ما فيش. State of the Canadian. Using what? من صوتك يا عزة. أنت ميكروفونك مسكر يا عزة. فتحته. تكلمي. عزة. أنا مش سامعك. ميكروفونك مفتوح. من عندك أيوة. Okay, many slaves escaped from United States to Canada using what? The Underground Railroad, the Underground Highway, the Underground Tramway, the Underground Canal. كيف هربوا؟ أنا مش عاوز نعم. هاي صوتك رجع. The أي؟ Underground Railroad. نعم. اوكي. عمي سامعني هيك؟ وصل الصوت سامع. وضح؟ وصل الصوت يا عزيزي، وصل الصوت. تمام. اوكي. الآن جميع الأسئلة جاوبناها، الشرح
تكلمنا فيه. هنوقف ستوب شير سكرين. الموجودين كلهم نعم. معانا، ما فيش حد في الانتظار، ما شاء الله، يعني في مجموعة موجودة معانا ومستفيدة من هذه الحلقة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب، أي حدا عنده سؤال عن حلقة اليوم؟